انضم الينا من الخرطوم محي الدين جبريل مراسل غد. اذا محي، كيف قرئ بيان الخارجيه السودانيه؟ صباح الخير كوثر. المراقبون الذين تحدثنا معهم حول بيان الخارجيه السودانيه قالوا انه ربما يعبر عن ما يمكن وصفه باندهاش الحكومة السودانية من هذه الاتهامات أو الإشارات الإثيوبية التي وردت في تصريحات، على الرغم من أنها جاءت على لسان ضباط ربما ليسوا من الصف الأول في الجيش الإثيوبي، ولكن نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الإثيوبية، والتي يعني بطنت فيها أن المجموعة التي تم الهجوم أو الاشتباك معها بالقرب من سد النهضة عادت أدراجها نحو الحدود السودانية. هذه العبارة ربما لم ترضي الخرطوم كثيرا. مثار الدهشة كوثر هو يأتي من أن الحكومة السودانية تقول إنها ستكون المتضرر الأول إذا ما مس سد النهضة أي سوء أو انهيار أو أي تفجير أو أي شيء، ربما ستكون الأضرار على إثيوبيا مادية فقط، ولكن على السودان ستكون الأضرار لا حصر لها، باعتبار أن الآن حاليا نحن في موسم الفيضان. بحيرة سد النهضة فيها نحو 13 مليار متر مكعب، ولكن أن تتخيلي إذا ما اجتاحت هذه المياه ستسوي كل المدن السودانية والقرى الموجودة على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل الرئيسي، ستسويها بالأرض وستغمرها تماما. بالتالي حرص الحكومة السودانية على سلامة السد يأتي لسلامة مواطنيها ولممتلكاتها، هكذا يقول كثير من المراقبين. وتقول الحكومة السودانية في بيانات عديدة خلال الفترة الماضية، وربما هذا هو السر وراء تمسك الخرطوم في موقفها التفاوض بإيجاد صيغة قانونية على الأقل يعني تحمي الأطراف ما إذا كانت هنالك أي أضرار لحقت بسد النهضة، ليست فقط في الجفاف وإنما إذا كان هنالك أي انهيار وما إلى ذلك. وبالتالي تستغرب الحكومة السودانية من هذه الاتهامات الإثيوبية من أن المجموعة التي هاجمت السد مصدرها الأراضي السودانية. بيان الخارجية السودانية أيضا جاء منطبق في كثير من حيثياته مع البيان الذي أصدره المستشار الإعلامي العميد الطاهر أبو هاج، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. هذا البيان أيضا تحدث عن أن السودان ليس لديه أي مصلحة في التدخل في شؤون الآخرين، وطالب البيانان طالبا أديس أبابا على الأقل يعني عدم الزج باسم السودان أو بالحكومة السودانية في معالجة قضاياها الداخلية، وما إذا كانت هنالك لديها خطابات تريد أن توجهها للداخل الإثيوبي، عدم الزج بالحكومة السودانية، لأن السودان أصلا لديه سيطرة تامة على أراضيه حسب بيان الخارجية وحسب بيان أيضا الجيش السوداني. لديه سيطرة على أراضيه، لا يسمح بعبور أي مجموعات سواء كان من إثيوبيا أو من أي مكان آخر في اتجاه آخر، كما أنهم ليس لديه أي نية أو رغبة أو مصلحة في التدخل في شؤون الآخرين. هكذا تحدث بيان الخارجية وتحدث بيان الجيش. كوثر، لم تعلق أديس أبابا على هذين البيانين حتى الآن، نحن نتابع ما سيجري بالطرف الآخر. من الخرطوم محي الدين جبريل مراسل غد، شكرا لك.